اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كيمو؟ ده كابتن اسلام، كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله. اعرف بقى رايكم سريعا، لان احنا بقى لنا اسبوع شغالين في موضوع اخفاء الجواب ده، والواحد صراحه مش عارف يقول ايه. هو اولا يعني كنا دايما بنسمع في السنين اللي فاتت يا كابتن اسلام مقوله اصل النادي الاهلي نادي الدوله. اظن اللي بيحصل في الفتره دي كلها يا مال الدوله ومال النادي الاهلي في الكلام ده يعني كان دايما يعني بنسمع المقوله دي، بس للامانه اللي حصل مع النادي الاهلي لا، لازم يتم محاسبه. يعني في كذا نقط كده سريعه هقول لحضرتك عليها. طبعا اول نقطه جواب الكاف. جواب الكاف ده اتبعت لاتحاد الكوره مرتين، مره في شهر 12 اخر شهر 12 مع اتحاد الكوره القديم، ومره في يوم 19 يناير. جواب اتحاد الكوره القديم مع اتحاد الكوره الجديد. حضرتك انا جالي جواب يوم 19 وانا جيت يوم 7 ولا 5. تمام صح؟ لا ده بس هو في البدايه اول حاجه اتبعت في اخر السنه مع اتحاد الكره القديم، ده جزء. بعد كده هو بالسبعه، هو نفس الجواب اتبعت برضو يوم 17 يوم 19 يناير مع اتحاد الكره الجديد. حلو. الجواب ده فضل مخفي في الدرج، محطوط في الدرج من 19 حلو. يناير لغايه 14/4 الجواب اللي هو فيه تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا مخفي في الدرج، يعني حاجه غريبه جدا. الجواب ده ما طلعش غير يوم 14/4 بيطلبوا فيه، وكمان حتى لما طلعوه اتحاد الكوره بجواب مختوم من رئيس اتحاد الكوره مبعوث لوزاره الشباب والرياضه منقوص منه الخانات بخمس بطولات، خمسه ايفنت بس من السبعه. يعني والغريب كمان في الجواب يا كابتن اسلام مكتوب في ايه؟ مكتوب فيه تنظيم دوري الكونفدراليه، نهائي الكونفدراليه ملعب الدفاع الجوي. يعني ده واحد عايز ينظم نهائي الكونفدراليه وعارف ان الجواب مكتوب فيه نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي الكونفدراليه، بدليل ان هو كاتب ملعب الدفاع الجوي اللي هو ملعب بيراميدز. يعني دليل ان في حاجه مقصوده، في تعنت ضد النادي الاهلي، وفي حاجه مقصوده لعدم تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا، رغم ان 14/4 ده كان قبل دور الثمانيه، يعني قبل مباراه الاهلي والرجاء المغربي. فاذا اخفاء الجواب ده يعني احنا بنناشد طبعا وزير الشباب والرياضه ان هو فتح تحقيق، نتمنى ان يحصل اعلان للتحقيق ده. لازم في 70 او 80 مليون، هو يعني اللي هيفتح تحقيق يبقى هيعلن 100%. لازم يكون في اعلان لل 70 في 70 او 80 مليون اهلاوي في مصر، لازم من حقهم يعرفوا ايه سبب الظلم اللي حصل لفرقتهم. النقطه الثانيه استاذ او الدكتور وليد العطار طلع بالظبط يا كابتن اسلام من 3 اسابيع في مداخله هاتفيه على قناه اون تايم مع كابتن شوبير، قال ايه؟ كابتن شوبير قال له بالنص كده، قال له هل النادي الاهلي مسؤول عن اي حاجه في قصه جواب الكاف؟ قال له لا، النادي الاهلي بالظبط بنفس الحرف، قال له النادي الاهلي مسؤول واعتذر، قال النادي الاهلي ملوش دعوه، قال له كده، قال له النادي الاهلي ملوش دعوه، النادي الاهلي مفروض بيخاطب الكاف، ملوش ان هو يخاطب الكاف مباشره، لازم يرجع لي الاول وانا اللي خاطب. مظبوط. امبارح طلع يقول ايه؟ طلع يقول ان النادي الاهلي هو اللي ما طلبش تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا. طب منين من 3 اسابيع بتقول كده ومنين امبارح بتقول كده؟ ده القصه الثانيه. القصه الثالثه المداخلتين اللي هم بتوع الاثنين اعضاء اتحاد الكوره اللي هو دكتور ايهاب الكومي واستاذ محمد ابو الوفا. دكتور ايهاب الكومي طلع الصبح بيتكلم في ايه؟ ان احنا فصلنا حوالي 12 موظف من اتحاد الكوره. بالليل بيطلع دكتور محمد ابو الوفا والاثنين اعضاء في اتحاد الكوره، بالليل بيطلع بيقول ان الكلام ده ما حصلش ومفيش فصل لاعضاء اتحاد الكوره. طب هنا منين التناقض؟ يعني منين التناقض اللي بيحصل في اتحاد الكوره ده؟ يعني في حاجه يا كابتن اسلام، في حاجه غلط، في حاجه مقصوده ضد النادي الاهلي، وفي تعنت موجود ضد النادي الاهلي، بدليل كمان ان الجواب زي ما قلت لحضرتك مكتوب فيه نهائي الكونفدراليه ما بين قوسين الدفاع الجوي. طب ما هو المصري كان بيلعب في البطوله دي، يعني كان ممكن مثلا يقول اي ملعب تاني، لا ده عايز ينظم لبيراميدز. يعني واضح ان واحد قاري الجواب ومذاكر كويس وعايز ينظم لبيراميدز بس. طبعا كامل الاحترام لبيراميدز وكل، ولكن النادي الاهلي من حقه، هو قد يكون انت لفت نظري لحاجه دلوقتي، قد يكون انه لو حط ما ينفعش يحط الاثنين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يحط نهائي دوري الابطال في استاد القاهره مثلا، وما ينفعش يحط نهائي البطوله الكونفدراليه في الدفاع الجوي، لازم يحط واحده مش الاثنين. قد يكون انا ما اعرفش، بس لا بس هو انت مبعوت لك 7 بطولات، المفروض ان انت ابعت السبعه من حق النادي الاهلي ومن حق الانديه ان انت يعني انت هتنظم، معلش مع الاحترام للالعاب الموجوده الكره الشاطئيه طبعا والحاجات التانية، اهم واولى نهائي دوري ابطال افريقيا.
يعني نمره واحد نهائي دوري ابطال افريقيا، نمره اثنين نهائي كونفدراليه. ده اهم بطوله من كل البطولات الموجوده، نهائي دوري ابطال افريقيا. تمام. وبعدين اخفاء، قصه اخفاء الجواب دي مش طبيعيه، في حاجه غلط. ثلاث شهور كريم. يعني اعتقد خلينا يا كابتن اسلام مع القرارات الرسميه ومع الاعلان الرسمي حتى وجهات النظر بتاع يعني مجلس اداره اتحاد الكوره، واضح جدا 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 ان هم مش على وفاق للدرجه. مثلا يعني هدي مثلا بسيط اهو، ان بعثه منتخب مصر المغادره لملاوي لمقابله المنتخب الاثيوبي يرقصها اربع افراد. بعثه منتخب راحه ملاوي، ملاوي ماتش يعني عادي جدا 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 قدام منتخب اثيوبي يعني، بيرقصها اربع افراد. لا هو لا احيانا ما ينفعش، لازم نعم؟ رئيس بعثه واحد. لا لا اربعه والله، البيان الرسمي من اللي طالع من اتحاد الكوره مسافرين اربعه. اربعه اربعه لكن لائحيا ما اعرفش ان هو هو ينفع يبقى اربعه رؤساء. الكابتن حازم امام قالها، الكابتن حازم امام قالها تصريح رسمي. قال انا متوجه الى ملاوي منتخب برئاسه اربع افراد، وقال اسامي الاربعه. فواضح جدا ايه اللي بيحصل من ساعه حتى اختيار الكابتن ايهاب جلال، واضح ان في مشاكل ما بينهم وهم مش على وفاق. طيب انا عايز اقف عند الحته بتاعه السيد الوزير. السيد الوزير اتكلم على امر اخفاء الخطاب بشكل علني في الاعلام، وبالتالي وقال هنفتح تحقيق، وبالتالي ما دام فتح تحقيق يبقى احنا هنا لازم نوصل لنتيجه. وطالما ان في عضو في اتحاد الكوره قال ان في 12 موظف اتفصلوا، احنا هنصدق المعلومه ومش هنصدق النفي. ليه؟ لان النفي عنده مبرر. ايه مبرر النفي؟ انك عايز تجمل الصوره. ما دام المعلومه طلعت واتاكدت يبقى خلاص في 12 واحد اتفصل. هنا السؤال بقى، اتفصلوا ليه؟ الله اكبر عليك. وبالتالي كمان ليه حتى لو فيهم واحد ليه؟ الجواب في حاجه، انا اسف في اللفظ يعني، حاجه بسيطه، حاجه اداريه يعني، دي ولا تحكيم. انا اول مره اشوف كده يعني. انا اللي انا اعرفه، انا راجل لو جالي حاجه رسمي، مش يعني انت عندك في شغلك مش بيجي لك حاجه رسمي، بيجي لك على الميل طبعا، ولا بيجي لك ورقه جواب؟ لا 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 لا, لا, لا النهارده على الميل طبعا. طيب ما هو ده اللي انا بقوله. اعتقد اتحاد كره القدم طبعًا عندهم ايميل اعتقد طبعا. لا طبعا طبعا في، لا الجواب جه والطلب جه على الايميل الرسمي لاتحاد الكوره. وبالتالي خلينا كابتن اسلام نقف عند الحته الاخيره بعيد عن وجهات النظر عشان الناس يعني ما نخشش توه الناس. النهارده السيد الوزير قال في تحقيق اتفتح في موضوع الجواب اللي تم اخفائه، كمان النقطه والزملاء الصحفيين يعني زمايلنا بصراحه جابوا انفرادات واضحه جدا جدا ان كان في ماده اتشالت من المواد اللي راحت ل الجواب، يعني الجواب بالانجلش اتشال منه، اتقص منه نقطتين. وبالتالي ده يوضح في تعمد، انت قصيت الكلام، يبقى النهارده بيقص الكلام عندك مشكلة. عندك تعمد او اتقال لك، ما ملهاش معنى تاني. لا انت تعمدت من نفسك، يا اما اتقال لك ابعت النقط دي. وبالتالي السيد الوزير النهارده مطالب بأخذ وقته في عمل التحقيق. بس اكيد طبعا الموضوع مش محتاج مثلا يعني مش محتاج تحقيق شهر او 15 يوم. لا سيدي شهر بسيط. مفيش مشكله. لا 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 محتاجش، لا ما يحتاجش، الموضوع بسيط. المهم يطلع الموضوع بسيط، يطلع نتيجه. احنا هنجي ببساطه اهو، يا اتحاد يا كوره، مين اللي معاه الايميل؟ ايوه اللي بيستقبل. الموضوع بسيط زينا عندي في يعني في شغلنا، بس كل واحد فينا كده. مين اللي مع مين النهارده كان المسؤول في الشيفت ده من الساعه كذا للساعه كذا وقت ما الميل جه؟ وواضح الميل ده واضح فلان. تعالى يا فلان، الميل ده حضرتك معاك انجلش، ترجمته ولا ما ترجمتش وديته لحد؟ هيقول لك لا والله انا ترجمت بنفسي، او اديته الفلاني الفلاني هو اللي ترجم. خلاص تعالى انت وتعالى فلان الفلاني، تعالى عملت ايه اللي حصل بقى؟ بس موضوع بسيط. هيقول لك انا اديته، انا حطيته في الدرج وسبته للشيفت اللي بعده. كل ده ما ياخدش اكتر من 48 ساعه. اه وبعد كده السيد الوزير مطالب بتقديم نتيجه واضحه للراي العام والاعلام، بتفضلوا يا جماعه نتيجه التحقيقات اللي احنا عملناها كذا 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 كذا، مع وعد ان ده مش هيتكرر تاني. هو ده حل المشاكل ببساطه ووضوح عشان ما نقعدش. والميزه بقى في الايميل ايه؟ ايوه انت عارف طبعا الكلام ده. نعم. الايميل بيجي لك بالوقت طبعا، والتاريخ صح والظهر، وجالك الساعه مثلا طبعاً. مثلا يعني الساعه 11:39 دقيقه و40 ثانيه صح، الميل بيجي كده. اه طبعا. يعني بص ما فيهاش اي يعني اي حاجه. هيقول لك مين اللي اخفى الجواب ثلاث شهور من شهر يناير لشهر 4. فلما مبعوت ايميل اللي اخفى الجواب ده، يعني في كان في واضح ان في نيه، مقصود التعمد يعني، واضح جدا ان في نيه مش كويسه ضد النادي الاهلي. لان الجواب فضل مخفي. هو اسمه يا جماعه النادي الاهلي المصري، مش الاهلي اليمني ولا الاهلي السوداني، اسمه الاهلي المصري. الاهلي بيلعب باسم مصر. لما كان هيكسب البطوله، لو كنا كسبناها وخدنا البطوله ثلاث مرات على التوالي، كانت هتفضل مكتوبه في التاريخ ان ده اول نادي في التاريخ ياخد دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات ورا بعض.
يعني دي حاجه بتشرف اسم مصر. عشان كده لابد من معرفه نتائج الحساب اللي وزير الشباب والرياضه طبعا كون لجنه مكونه من المستشارين، فنتمنى ان هي بس يعلنوا في بيان رسمي نتيجه التحقيق ايه. ولا يلام، ولا يلام، اهو واضحه، ولا يلام جمهور النادي الاهلي لاخر الموسم لاي شعور بالضغينه او الكراهيه ضد اتحاد الكوره. لا يلام. ليه؟ انت اللي بتحط نفسك في الفريم ده بنفسك. ده يعني الاخبار دي. بس خد بالك احنا برضو لا نشجع على الكراهيه، لان انت لا علاج المخطئ. علاج المخطئ انا قصدي لا او عقاب المخطئ. حاسب أناس. حاسب حاسب اللي بيحاسب النهارده الوزاره. حاسب الوزاره ماشي. الوزاره هي بتحاسب. ايوه ما هو لو دلوقتي الاتحاد نفسه، الاتحاد نفسه ما هقول لك حاجه، خلينا نسمع بعض. راح بس النهارده احنا قلنا ان في موظف، في حد غلط بالظبط. هل ده معناه ان الكل غلط؟ لا لا بالظبط. يبقى المفروض طبيعي جدا جدا ان احنا نشوف بعض الحماس من البقيه ان هم يبرقوا يبرقوا صوره الاتحاد. هو طبيعي. ده هو ده لغايه النهارده. ولكن كريم اللي اخطا يتحاسب. كريم سعيد واحمد احمد ثابت واسلام الثلاثه دول اخطاء. لكن مهم جدا الثلاثه يتحاسبوا. مهم جدا بس يا كابتن اسلام مش العشرة ثلاثه. احنا النهارده كره القدم انت بتتعامل مع مشاعر ناس طبعا. دول مش الات، مش هتدوس على الزرار افرح، هتدوس على الزرار ازعل. 100% دول مشاعر، دول ناس، وناس بسيطه يعني من الطبقة المتوسطة العامة في مصر اللي بتحب الكورة، هم دول الطبقة الأكثر طبقة بتحب الكورة في مصر، وبالتالي أنت النهاردة محتاج إنك توضح موقفك، وما ينفعش النهاردة الكل يبقى ماشي في نفس الاتجاه اللي هو إيه؟ إحنا عندنا غلطة، طب اسكت بقى عشان إيه؟ الموضوع يعدي كام يوم وهينسوا، لا ده مش هيتنسوا. وخلي بالك في نقطة مهمة جدا جدا يا كابتن إسلام، في نقط، في مشاكل بتجيب مشاكل، يعني إيه؟ ولسه ولسه فاهم قصدي؟ يعني ممكن مشكله تحصل اقول لك ايه؟ فاكر لما عملت معاك كذا؟ فنتمنى مره واحده بس، مره واحده لما يتفتح ملف نقفله عشان ما يكرش ملفات اخرى بعد كده. طيب فاصل، وبعد هذا الفاصل نعرف راي احمد ثابت وكريم سعيد في موضوع التحكيم الاجنبي القادم لمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ثابت حكم اجنبي لمباراه القمه. طبعا. ده العنوان اتفضل. ده حاجه أنا كلنا بنتمناها من بدري، والنادي الاهلي كان بيطالب تحكيم اجنبي لبعض المباريات في الدوري. واعتقد ان يعني المباراه اكيد هتكون مصريه في الدوري، هتكون مهمه جدا في ظل المنافسه الموجوده ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على الدوري. بيقال ان الحكم قد يكون اسباني، وهو لو اسباني هيبقى يعني حد من الاثنين المشهورين طبعا، ماتيو لاهوز او خيسوس، واحد فيهم هم اللي بيحكموا، بيروحوا الدوري السعودي بيحكموا في اليوروبا ليج، دوري ابطال اوروبا. ده الاسمين يعني اللي لو الحكم اسباني الاقرب، وخاصه كمان ان تم الاعلان ان هو هيكون من الخمس دوريات الكبرى، فدي حاجه طبعا يعني. وقال ايطاليا اسبانيا وألمانيا فرنسا او المانيا وألمانيا. صح المانيا، فهو في الغالب هيبقى اسباني، يعني الحكم غالبا هيكون اسباني. من بره المشاركين في كاس العالم. من بره المشاركين في كاس العالم. الماتش يوم 19 والمعسكر يوم 20. فغالبا هيبقى، انا اتوقع ان هو هيبقى خيسوس ده. بنسبه كبيره هيبقى الاسباني خيسوس هو الحكم، يعني بنسبه كبيره. وطبعا نتمنى ان هو يكون موفق في المباراه، لان احنا شفنا احنا بنعاني السنه دي، بنتكلم كتير قوي على اخطاء التحكيم في مباريات كتير، فنتمنى ان شاء الله ان الحكم يكون موفق وان النادي الاهلي يكون موفق في الفتره الجايه. اعتقد يا كابتن اسلام يعني قرار طبيعي، هو ماتش الاهلي والزمالك معتاد من زمان يعني ان احنا بنجيب طاقم حكام اجنبي، ربما السنه اللي فاتت كان الاستثناء وعملنا تجربه ساعتها الكابتن امين عمر، واعتقد المباراه اللي كانت الاولى كان الكابتن محمود البنا. محمود البنا ماتش والكابتن امين عمر ماتش، انا في وجهه نظري يعني قدمه مباريات مقبوله وما كانش فيه مشكله، يعني كنا نتمنى ان التجربه تستمر، ولكن للاسف ان احنا ما عندناش سيستم ماشي للحكم المصري، شويه فوق شويه تحت، وبالتالي بيحصل مشاكل كبيره، ووصل بينا الحال السنه دي ان احنا مستوانا في التحكيم ببساطه يوازي ان احنا ما لناش ولا حكم ساحه في المونديال، وبالتالي هو ده مستوانا، وهو ده او دي الدرجه اللي احنا خدناها، وبالتالي طبعا الافضل ان احنا نعود للسيستم القديم، ان احنا نستقدم طاقم تحكيم اجنبي بالكامل، واتمنى طبعا كمان الفار، ان احنا طالما بنتكلم على طاقم تحكيم اجنبي ما ينفعش نجيب طاقم حكم اجنبي للساحه ونجيب حكم مصري للفار، هيحصل مشاكل ومش هنخرج من الدايره اللي احنا فيها، ونتمنى طبعا المباراه تمر بسلام، ونتمنى طبعا خلاص احنا دلوقتي ما عندناش كابتن اسلام لغايه نهايه الموسم غير الدوري والكاس القديم والكاس الجديد، فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان الاخطاء تقل عشان البطولات دي
تذهب لمن يستحقها. طيب أليوباجي وبيعه لفريق إميان الفرنسي وأثار جدل. أقول لحضرتك على حاجة، أنت حضرتك لو ناخد بالنا في القنوات كلها أو في أغلب البرامج الرياضية، لو النادي الأهلي مثلا يعني جاب لعيب والصفقة فشلت يقعدوا يتكلموا عليه، والاهلي خسر فلوس والاهلي مش عارف ايه، اول حاجه يقول لك اول حاجه انتوا مش عارف ايه. ما ده يعني طب ما بادجي اهو على فكره، انا زعلان على بادجي فنيا بصراحه. برافو عليك، برافو يعني عليك. انا شايف ان بادجي نوعيه مختلفه عن كل المهاجمين الموجودين، طويل القامه، قوي بدنيا، حتى لما لعب مع فايلر سريع. كان سريع قوي بضربات الراس، محطه، نجح في فرنسا حتى لما راح، ولكن خلاص هي رغبه المدير الفني او العلاقه ما بينه وما بين موسيماني كانت متوتره لحد كبير، فالنادي نجح في ان هو يسوقه النادي الاهلي. النادي الاهلي حصل على 2.5 مليون دولار السنه دي بس من أليوباجي، هو باعه لنادي اميان الفرنسي ب 2 مليون دولار وكان اعاره في بدايه السنه بنص مليون، فانت كده خدت منه 2.5 مليون دولار، غير ان انت كنت عرته لنادي انقره التركي ب 200 الف دولار قبل كده، يعني عملت مبلغ كبير جدا وانت كنت شاريه حوالي 2.2 من 10. فدي شطاره ان انت لاعب جبته تخسرش فيه، ما تخسرش فيه أوكي. وتكسب فيه، وحصل ان انت بتجيب لعيبه. يعني انا برضو عايز اتكلم في نقطه ان انت ممكن تجيب لعيبه اي نادي في العالم، ما ريال مدريد جاب هازارد بمبلغ كبير وما نجحش، اي نادي في العالم بيحصل فيه كده، ممكن تجيب صفقات تنجح، ممكن صفقات تفشل، بس على قد ما تقدر. ودي شطاره من مدير التعاقدات امير توفيق برضو تحسب له وتحسب للجنه التخطيط، ان هم قدروا ان هو مدير فني عندك مش عايز لاعب معين فقدرت ان انت تسوقه. لكن انا هكررها تاني، انا زعلان على أليوباجي فنيا. قضيه أليوباجي دي يا كابتن اسلام مهمه جدا عشان الناس تتعلم ازاي تفرق في الحكم والنقد. ليه؟ احنا بنتكلم على أليوباجي هو اترفض فنيا بسبب قرار من بيتسو موسيماني المدير الفني. شطاره الاداره وشطاره اداره التسويق في تسويق اللاعب ماديا ده امر اخر. يعني ما ينفعش نقول مثلا ايه النادي الاهلي ككلمه واحده ونسكت، لا، لان النهارده المدير الفني هو مسؤول على الحته. يعني مثلا ما نقدرش ننسب ان النادي الاهلي كسب فلوس لبيتسو موسيماني ان هو خد القرار ان هو يمشيه، ما ينفعش نقول كده خالص، لكن نقول الاداره شاطره انها سوقت اللاعب وكسبت فيه، اداره التسويق شاطره ان هي تعاملت مع كذا نادي بره وقدرت انها تكسب النادي فلوس. ولكن على المستوى الفني انا بالنسبه لي دايما النادي الاهلي ليس النادي الذي يبحث عن المكاسب الماليه في كره القدم، لا، احنا بنبحث الاول على ان احنا نقوي فرقتنا وكمان نكسب بطولات، والبطولات دي تجيب لنا فلوس، ودرس مهم جدا نتعلمه. ويعني اتمنى اكيد طبعا بيتسو موسيماني مش بيسمعنا دلوقتي، ولكن مهم جدا 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 لاي مدير فني في النادي الاهلي عبر التاريخ انه لازم يفصل ما بين اموره الشخصيه وبين الامور الفنيه. اوكي، كلنا شفنا المشكله اللي كانت ما بينك وبين بادجي لما كان ريني فايلر مدير فني النادي الاهلي وانت كنت مدير فني لصن داونز. ايا كان اللي حصل ما بينكم، طالما ان انت جيت مدير فني للنادي الاهلي يجب ان تجنب مشاعرك وامورك الشخصيه على جنب في حكمك الفني. بادجي في وجهه نظري كان افضل بكتير من وولتر بواليا وافضل بكتير من صفقات كنا دايما بنركز عليها في مركز المهاجم الصريح. يعني اليو بادجي في نهايه مبارياته الاخيره مع النادي الاهلي كان مهاجم ممتاز، حتى المباراه قدام نادي الزمالك، نادي الزمالك كسب 3-1، بادجي قدم مباراه فنيه ممتازه وكان الكيرف بتاعه طالع. فنتمنى ان احنا دايما في النادي الاهلي، مثلا انا النهارده قلت لاغلبيه الجمهور هنبيع أليو ديانج ب 10 مليون يورو بس مش هنقدر نجيب له بديل، هيتقال لي لا مش احنا مش نادي يهدف الى تسويق اللاعبين، احنا نادي بطولات، فبالتالي لو هنبيع بالرقم ده اوكي بس نبقى مجهزين البديل الاول. هل ده اللي تم مع بادجي بالراي الفني الموسيماني؟ لا. وبالتالي هنا اتمنى ان بيتسو موسيماني في حكمه على اللاعبين، خصوصا ان احنا داخلين على فتره انتقالات صيفيه، احكم فني فقط، بلاش الامور الشخصيه وبلاش الامور اللي فيها اصل انا زعلت من فلان وما زعلتش من فلان. بس في كمان يا كابتن اسلام تكمله، العقد بتاع أليوباجي النادي الاهلي كمان هيحصل على 20% من اعاده بيعه، يعني نادي اميان لو باعه لاي نادي تاني
ياخد 20% من عدد بيعه. وال 20% ده كله مكسب. جاي كله مكسب. مكسب. الكيرف بتاعه طالع. والكيرف بتاعه طالع. يعني ده ممكن تلاقيه بعد كده في خلال سنه او سنتين رايح انجلترا. لكن خليني اقول لك ان ده اذا ودانا المنطقه الثانيه قد تكون ايجابيه، وانا دايما احب انظر للنواحي الايجابيه. ان اداره الاهلي لا تعتمد الا على شيء واحد فقط وهو راي المدير الفني. صح. طبعا. طبعا. قد طبعا. يكون طبعا. المدير الفني اخطا. طبعا. او من وجهه نظرك. نظره. هو حر. نظره هو حر. لكن هو في النهايه هو من يحاسب. طبعا. وبالتالي ده يورينا قد ايه الديمقراطيه اللي موجوده بما لا يؤثر على الفريق بشكل سلبي طبعا. طبعا. الديمقراطيه اللي موجوده في الاختيارات. انا راجل مسؤول عن كوره وراجل نجم كبير، كابتن خطيب يعني راجل نجم كبير وكل حاجه، ولجنه التخطيط اللي موجوده وشركه الكوره، ولكن في النهايه راي المدير الفني مش عايز اسلام. صح. خلاص اسمح لي اضيف على كلامك. فده يودينا لمنطقه ايجابيه جدا. حضرتك قلتها دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ شلتك. الله ينور عليك. ده البروجكت بتاعك انت حابب تنجح فيه ازاي؟ والله انا مش عايزه معايا. وخلي بالكوا يا جماعه، لو بادجي كمل معايا انا هبقى قاعد متضايق. لا 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 خلاص اوكي ماشي، احنا محتاجين لو كده كده. اصل هو لو موجود ما هو مش هيلاعب. ده حاجه ثانيه. لا وكمان بعدين اللاعب انا جايبه بمبلغ ويفقد كبير. السيطره على اوضه اللبس. معلش اسف انا كنت عايز اربطها بحاجه بس الكابتن سام قالها. هو هيفقد السيطره على اوضه اللبس في واحد هو اوريدي مش عايزه وكمل معاه. وحتى بيتسو موسيماني بعد رحيل كيفن جونسون المدرب العام اللي هو كان جايبه، اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب قال له لو سمحت هات بديل. قال له لا 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 انا مش عايز، انا هكمل انا والكابتن سامي قمصان واحنا قادرين على تحقيق نفس الانجازات. اثنين فني. وده طبعا الامانه يعني كان انا في وجهه نظري كرم مصطح منه. ما ينفعش النهارده فريق فيه 30 لاعب يقوده فنيا اثنين بس لغايه النهارده. ده صعب. حتى انا هسال نفسي في التمرينه، في 30 لاعب في الملعب هتقسموها ازاي؟ 15 و15؟ طب ما هو صعب. فالاداره مشكوره برضو وتؤكد على كلام حضرتك، أيدت القرار. ولكن في نقطة بينا أنا أحب أقولها، لو تخطيطك وصل في الآخر لنقطة سلبية يجب التدخل. يجب التدخل. ليه؟ لأن أنا جربت معاك مشيت معاك الطريق بتاعك. ما هو إمتى النقطة السلبية؟ نعم عندما تخسر. لما تخسر بطولات. طبعا. بس هو ده من هنا بس. صح. نقدر او هننتظر القادم ايه اللي هيحصل فيه خلال نعم. الفتره الـ القادمه. النادي الاهلي النهارده كان بيلعب مباراه مع الدفاع الجوي. اهم مكاسب هذه المباراه طبعا بسرعه كده عشان مكاسب مهمه جدا النهارده. كنا بنقول دايما او كانت نقطه خلافنا دايما مع بيتسو موسيماني ان هو ما بيعملش مباريات وديه. كان لازم يبقى انت عندك مباريات وديه عشان تجهز البدله، اللعيبه بتاعتك تكون جاهزه. ده اللي بيحصل دلوقتي، بنشوف بعض المكاسب من المباراه بعض نعم. اللعيبه يعني النهارده مثلا لو استعرضنا الاهداف هتلاقي ابرز المكاسب النهارده في المباراه. الهدف الاول مثلا سجله زياد طارق، واحد من الشباب. انت بدات الطعم بالشباب، بتشوف زياد طارق بيسجل. نعم. لعيب موهوب جدا، لعيب كويس، لعيب كويس جدا وجناح شمال وبيخش لجوه وبيكمل كويس. لعيب كويس يعني ينتظر مستقبل جيد. لعيب يعني بروميسنج ينتظر مستقبل كويس جدا. عندك الهدف طبعا اسيست صلاح محسن. الهدف الثاني بيبين لك تكمله الظاهرين اللي قدام، محمود وحيد ناحيه الشمال بيعمل العرضيه وتكمله كريم فؤاد. احنا عندنا في الفتره دي مشكله شويه في الظهير الايمن، النهارده بتجرب لعيب زي كريم فؤاد بتديله حساسيه ماتشات بتكسبه، فدي حاجه مهمه جدا عشان مباراه كاس مصر، خاصه ان احنا داخلين عندنا 2 دوري وعندنا كاس مصر وعندنا 2 سوبر الامارات، فانت عندك 5 بطولات. تمام. الهدف الثالث النهارده بتشوف ضربه ركنيه بيعمل الاسيست مين؟ محمد محمود في المركز 8 اللي قدم ماتش كويس جدا. مين بقى اللي بيسجل؟ حسام حسن اللي هو كان في الفتره الاخيره. النهارده لما حسام حسن يجيب جونين انت كده المباراه الوديه دي زي ما بنقول، وخاصه كمان قناه الاهلي بتذيع المباريات ديت، يعني ايه بتنجم اللعيبه دي. صح. بترجع واحد زي حسام حسن. أيوة كان ممكن. صح. مثلا يمشي النهارده بيجيب. صح. جونين. لا ده هيقعد بيخش تاني في فورمه المباراه، يعمل منافسه ما بين حسام حسن وما بين محمد شريف وما بين صلاح محسن. النهارده كفه حسام بعد ما جاب الاجوان بتزيد. الهدف الرابع برضو بنشوف تدخل وخبرات طبعا وليد سليمان في القطع والضغط، بيكمل حسام حسن. شوف الاستلامه ما بين الاثنين المساكين والعرضيه من وليد سليمان بيستلم وبيحط. اذا حسام حسن مكسب، بيجيب جون بالهيد وجون بالقدم. اذا ده واحد من اهم المكاسب في المباراه. الهدف الخامس بقى بص، ده الهدف الرابع بتاع حسام حسن، حطها حلوه جدا في الزاويه الضيقه. الهدف الخامس لو عرضناه، الهدف واحد من اهم اللعيبه وواحد من احسن اللعيبه الصاعده برضو محمد اشرف الباك ليفت. النهارده بتجهز حسين الشحات واحمد عبد القادر بتنزلهم في اخر دقايق. بص محمد اشرف الباك ليفت ده
برضو واحد من اللعيبه البروميسنج الصاعده. انت النهارده بتدور على بديل لعلي معلول. ايوه. فانت في الفتره دي عندك لعيبه شباب وعندك لعيبه خبرات وعندك لعيبه بديله عايز تجهزها. فاللعيبه الشباب دي انت بتعمل ايه؟ بتشوف هل في لعيب ممكن يكمل معاك ولا هتعيره؟ ما النهارده محمد اشرف ده لما بيظهر سعره بيزيد. طبعا. انا لما اجي اعيره كنادي اهلي هطلب فيه 3 4 مليون اعاره مثلا ولا 5 مليون على حسب ما يطلبوا، بس هتطلب فيه سعر كبير. مش 10 يعني؟ يعني مبلغ كبير يعني. النهارده محمد اشرف، زياد طارق، لما يجي انديه كلها بتشوفه وقناه الاهلي بتذيع الماتشات، هتيجي يقدر يعمل كليب او يقدر يسوق نفسه بشكل كويس زي عبد القادر كعاره، زي احمد عبد القادر، برافو عليك، لما طلع اعاره وطلع وتالق ورجع. النهارده اللعيبه كوكا عامل ماتش هايل، احمد نبيل كوكا تالق في مباراه انبي، قدم النهارده مباراه هايله بتغير طريقه اللعب. هي اللغز الوحيد بس او نقطه الاعتراض الوحيده هي طريقه لعب 4-2-2-2. صراحه الطريقه دي مفضيه وسط الملعب بتاع النادي الاهلي، وهي كانت واحده من اهم الاسباب واحده من اهم الاسباب اللي خسرتنا النهائي الافريقي فنيا. الطريقه اعترض كتير انت احمد. الاربعه ولا ايه يا عم كريم؟ بيعترض كتير. لا هو بيقول لي عشان عايز، هو اللي ما كانش موافق. انا هو بيقول ان انت بتقول والله انا قلت في النهائي لازم نلعب بثلاثه ارتكاز. لازم في ظل الاجواء الجماهيريه وظل الاجواء دي لازم تلعب بعمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي. النهارده لما بتلعب باثنين عملت لك مشكله في العمق الدفاعي. انا على فكره مش يعني انا مش من محب ان انا العب بثلاثه حتى في مباراه الوداد. وجهه نظري صح، مباراه الوداد صح. انت اعلى فنيا صح، اتغلبنا ووحشين بس كمل بس ماشي. اتغلبنا ووحشين وكل صح. حاجه صح، واتغلبنا اهو ووحشين صح. وخسرنا البطوله وكل حاجه صح. صح. حقيقه لما تيجي تقارن ما بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الوداد مع كامل الاحترام صح. لا فارق جيد، مش هقول كبير قوي، لكن فارق جيد ليه؟ لكل لاعب او للنادي الاهلي صح، يخليك تبقى انا شخصيا ما كنتش قلقان قوي مليون في المية كام صح، لانه المباراه كانت ممكن تبقى افضل من كده بكتير لو اللعيبه كلها في، مش هقول لك 100% مستوى، 100% مستوى كنت هتكسب وتعمل مباراه عاليه جدا، لكن لو اللعيبه 60 50 60 من 50 ل 70% كنت ممكن تقدر تكسب هذه. من وجهه نظري انا اختلف بقى. انا شايف ان انت مباراه نهائيه. هو الوداد عمل ايه؟ معلش فكرني كده. الوداد 4-1 4-1 ساد لك الكوره، ساد لك الكوره، عمل ايه؟ افتكر كده هجمه اتعمل غير الجولين اللي دخلوا. ما هي النهائيات احنا قلنا تكسب ولا بس تلعب. بس هي صح، احنا قلنا كده، قلنا ان احنا لازم مزبوط. نلعب دفاع منطقه زي ما ريال مدريد. طب ما ريال مدريد وليفربول عملوا ايه؟ صحيح ليفربول فضل مهاجم وريال مدريد اللي كسب. هي المباريات دي تدافع، مستحوذ كمان مش مهاجم، فضل مستحوذ وبيهاجم. انت النهائيات دي تكسب ولا تلعب. فعشان كده كنت شايف ان 3 ارتكاز هتديك حمايه، خاصه ان احنا شفنا التسديده اللي في اول دقايق في العارضه من منطقه العمق، كره الهدف من العمق، يعني واضح ان كان مشكله خاصه ان احنا اصلا عندنا مشكله بقى لها فتره في البيلد اب بتاعك، في بناء الهجمه بتاعتك مش حلوه. ده بسبب ان انت تمام 3 ارتكاز هتديك حل. ان شاء الله نتدارك هذه الاخطاء في الدوري والكاس، الكاس القديم والكاس الجديد باذن الله. ان شاء الله. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في خلال مبارياته القادمه. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. كان نفسنا طبعا نتكلم عن المنتخب، بس ان شاء الله بعد يوم الخميس عشان تبقى بس. انا بشوف ان مباراه الاثنين، مباراه المباراه اللي فاتت يعني ما ينفعش فين نقيم الكابتن. وجهه نظري ان احنا نقيم الكابتن، لكن ممكن تقيم المرحله كامله. صحيح. بعد مباراه كوريا تقدر تقيم كوريا كمان. صح. تقدر تقيم المرحله كامله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم غدا وحلقه جديده من البيت الكبير.